يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. تحيه لكل اهلاويه في بدايه حلقه جديده من السادسه على شاشه الاهلي. اهلا بيكم في بدايه حلقه النهارده. موضوعات كتير واحنا بنبدا ونتكلم في العد التنازلي والميركاتو او موسم الانتقالات على مستوى العالم كله بدا يسخن، ويمكن كمان في السعوديه النهارده في ضربه من العرض الثقيل، والكلام على طبعا صفقه انتقال نيمار نجم البي اس جي وبرشلونه السابق لفريق الهلال، اضافه بالتاكيد كبيرة جدا لنادي الهلال وللدوري السعودي. كلام كتير انا عارف على الدوري السعودي اليومين دول على السوشيال ميديا، لكن كمان ما تنساش ان في صفقتين مهمين جدا بيحصلوا في الدوري الانجليزي. بس قبل ما نروح ليهم وهكلمكم عنهم، وخصوصا افتكروا الاسم ده كويس لانه يمكن مش من الاسماء اللامعه قوي او مش من الاسماء النجوم الكلاس ايه يعني، لكن افتكر كويس قوي اسم لوكاس باكيتا. لوكاس باكيتا صفقه السيتي الجديده المنتقله من ويست هام يونايتد. بيقال يعني انه صفقه تخطت ال 100 مليون يورو، وبنتكلم في حوالي 110 مليون يورو عشان تكون واحده من اغلى الصفقات اللي حصلت في تاريخ البريمير ليج. وصفقه ثانيه كان في صراع كبير جدا عليها بين الكبيرين بين تشيلسي وليفربول اللي تقابلوا امبارح وانتهت مباراه بالتعادل 1-1 واقتربت بشكل كبير جدا من الانتهاء لصالح تشيلسي. الصفقه دي كان مقدم فيها ليفربول 110 مليون يورو، وتشيلسي رفع العرض بتاعه ل 115 مليون يورو. واللاعب اللي بتكلم عليه هو كايسيدو او موزيس كايسيدو، لاعب عنده كام سنه؟ عنده 21 سنه. 21 سنه. صفقه هتفضل حوالي 10 سنين، وفي ناس كتير جدا بتراهن على موزيس كايسيدو عشان يكون واحد من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي في السنوات اللي جايه. انا براهن على باكيتا الحقيقه. باكيتا لاعب هيصنع الفارق ويليق بمدرسه البيب جوارديولا في مانشستر سيتي، واعتقد ان هو يمكن على مستوى الموسم الاوروبي. سيبك اركن صفقات السعوديه على جنب، صحيح اسماء بالعار الثقيل واسماء كلها كانت نجوم، لكن تقدر تقول كده نجوم مرحله وانتهت. يعني كل الناس اللي كانت بتنافس على البالون دور خلاص فصل اتقفل وبيتفتح فصل جديد، ونستنى بقى نشوف كيليان امبابي مع ايرلينج هالاند مع أنتوني في اليونايتد مع لوكاس باكيتا مع فيل فودن مع محمد صلاح مع النجوم الكبيرة في كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم. لكن ميسي، رونالدو، بنزيما، نيمار لقد كان أو كان فيه وخلص زي ما احنا بنقول عندنا في مصر. في النهاية طبعا مش تقليل من أسماء النجوم، لأنه أسماء نجوم بالتأكيد من عرض تقيل، لكن هل تساوي قيمتهم السوقية الأرقام اللي دفعت فيهم؟ دي قصة تانية. وطبعا من حق الانديه السعوديه انها تبص الامور بالشكل اللي يخدم مصالحها، لكن في النهايه والكلام ده انا قلته قبل كده، التجربه مش ممكن تحكم عليها دلوقتي. وفي النهايه اللي يحكم على نجاح التجربه مش وجهات نظر ولا اراء شخصيه بقدر ما هو القدره على استمرار التجربه ونجاحها. لما قلت لحضراتكم انه الانديه في اوروبا بتدفع ارقام كبيره جدا وممكن تشتري صفقات من عرض تقيل، زي ما بنتكلم على السيتي اشترى جريليتش بكام، اشترى لوكاس باكيتا بكام، زي ما بنشوف تشيلسي دفع في او هيدفع في كايسيدو كام، وغيرهم وغيرهم من النجوم، زي ما بنشوف بايرن دفع في هاري كين كام. القصه هنا مش قصه مصادر دخل بقد ما هي قصه منظومه عندها المقدره على انها توفر احتياجاتها الماليه من البيزنس نفسه، من صناعة كرة القدم نفسها، من الاستثمار في البنية التحتية في الجماهيرية، وبالتالي يبقى في حقوق بس ويبقى في حضور جماهيري ويبقى في بطولات تجيب أرقام كبيرة جدا تخلي الأندية دي قادرة على أنها توفر مصروفاتها الفلكية. طبعا تتكلم على أرقام بالمليارات، نادي بحجم ريال مدريد، نادي بحجم مانشستر سيتي، نادي بحجم مانشستر يونايتد، نادي بحجم يوفنتوس، بايرن ميونخ، دي انديه قيمتها الذاتيه قيمتها نفسها من غير ما حد يضخ فيها اي استثمار من اي نوع تقدر بالمليارات. فهي الفكره انه يبقى المنظومه نفسها اللي عندها القدره على توليد رؤوس الاموال اللي تقدر بيها تحافظ على استمراريتها ونجاحها. لما تيجي تشوف بطوله، وما ينفعش ابدا تقارن بطوله ببطوله، كل بطوله ليها ظروفها ومعطياتها والايام بتدور. يعني الانجليز كانوا متاخرين جدا، بريمير ليج اللي هي النهارده اهم بطوله على مستوى العالم كانت في سنه من السنين واحده من اسوء البطولات، وكانت الكوارث والمشاكل اللي بتحصل فيها كبيره جدا، وكانت القاعده الجماهيريه اللي بتتابعها على مستوى العالم ضعيفه جدا في مواجهه دوريات تانية زي الدوري الايطالي مثلا او زي الدوري الاسباني في فتره من الفترات. لكن قدروا
يصلحوا من نفسهم وقدروا يشتغلوا على البطولة، على المنتج اللي بيصدروه، وأصبح النهاردة المنتج المطلوب رقم واحد على مستوى العالم كله. لكن ده ما يقللش أبدا مثلا من قيمة ريال مدريد، ولا أنه ريال مدريد هو بطل الأبطال. صحيح الأندية الإنجليزية والبطولة الإنجليزية هي رقم واحد على مستوى العالم، لكن ده لا يقلل من اسم ريال مدريد، لا يقلل أبدا من اسم بايرن ميونخ، لا يقلل أبدا من اسم بي اس جي حتى في السنوات الأخيرة، ولا يقلل من أسماء أندية إيطالية زي الميلان والإنتر واليوفي مثلا على سبيل المثال، لأن المقارنات هنا ما تنفعش. ومع كامل الاحترام طبعا النجوم دول اكيد طبعا الدوافع اللي كانت موجوده عندهم، يعني لما اتكلم على بنزيما وهو بيلعب في ريال مدريد اهم وافضل واكبر نادي على مستوى الكره الارضيه، ويقرر انه يرحل فيتجه للسعوديه، بالتاكيد يعني ما فيهاش فصال، ما كانش الدافع الاساسي هو الطموح. يعني الراجل مش جاي يدور على بطولات، ولا نيمار ولا فيرمينيو ولا فابينيو ولا انجولو كانتي ولا اي اسم من الاسماء اللي بتلعب، ولا كريستيانو رونالدو. فهي القصة في النهاية انه قصة انه الناس دي عارفة كويس قوي انها ما قدامهاش كتير في ملاعب كرة القدم، وبالتالي الدافع الاساسي والمحرك ليهم هو المادة. لكن هل وجود الاسماء دي يرفع من قيمة الدوري السعودي؟ بالتأكيد. لكن هل هو ده الاهم؟ لا، بالتأكيد الاهم من ده انه يكون في مردود لمشاركة الاسماء دي والنجوم دول على المستوى الفني للبطولة وعلى المستوى الفني للأندية السعودية، ونشوفها وهي بتستفيد من الأسماء دي عشان تقدر تنافس على المستوى القاري وتقدر تنافس على المستوى الدولي.